مشاهدين انفاس بريس، معنا خالد شوشو نجم مسرح الطفل. تحياتي السي خالد. مرحبا بالسي فريد، تحياتي ورمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية وراحة البال لينا والمغاربة كاملين وجميع المسلمين. كي كدوز رمضان واش كترمضان ولا؟ لا بالعكس، رمضان فرصة ديال كنوجدوا فيها العروض ديالنا، كندربوا كنتهيئوا لنهار رمضان وكنتقربوا شويه الله سبحانه. انا كنسحب ملي كتقول لي كتوجد سلو. لا هذاك الشيء كاين اللي مكلف بسلو. حنا كنوجدوا الطبق الفني، ذوك الوصفه الفنيه كنوجدوها في الشهر ديال رمضان، ديك الماده اللي كنقدموا للاطفال. الطبق الفني زادوا فيه ولا باقي هو الثمن؟ لا باقي هو، بالعكس دابا ولا ناقص الثمن، فهمتي؟ ماشي بحال بعض المواد اللي تزادت. المهم الطبق الفني باقي رخي، بالعكس طاح في الثمن طاح. ودابا انت كتضحك الوليدات الصغار، بغيتك تضحك حتى الناس الكبار دابا. مرحبا وألف شنو كيتا؟ نكته كنوجهها بعد تحيه لجميع الاطفال ديال المغرب كاملين من طنجه حتى للكويره. تحيه للامهات ديال هاد الاطفال، تحيه للاباء، وكنقول لكم رمضان كريم. وبهذه المناسبه هذه نكته، اصدقائي الصغار ما تقلقوش عليا، هذه النكته غنهديها للاباء ديالكم. الشينوا صنعوا واحد لاباراي كتشد الشفاره، هاد لاباراي اللي كتشد الشفاره داوها لفرنسا، جربوها في خلال ساعه ديال المكانه شدات لهم 100 شفار. هزوا نفس لاباراي داو داروا تجربه في امريكان، حطوها في الولايات المتحده الامريكيه، خلال ساعتين شدات 200 شفار. هزوا هذيك لاباراي ديال اللي كتشد الشفاره جابوها جربوها في المغرب. المهم تي في خلال ربع ساعه جاو قلبوا عليها لقاوهم شفروها. الدواء هي بكل تواضع. شكرا ورمضان كريم.